جولة تراخيص خامسة، تقول وثائق حكومية طلعت عليها يو تي في إنها تختلف عن الجولات السابقة، تستهدف التراكيب والرقع الحدودية الخاصة بحقول البترول التي يكون جزء منها عابرا للحدود لاستثمار أمثل للموارد النفطية والغازية وتحقيق أقصى استفادة للعراق. هذه الجولة تشمل مناطق فقيرة لتحسين بناها التحتية ووضعها المعاشي عبر تشغيل الأيدي العاملة. من المتوقع أن تحقق الحقول والرقع المحالة للتطوير ضمن هذه الجولة إنتاج نفط خام بمعدل 250 ألف برميل يومياً. أما الغاز فإن معدل إنتاجه يصل إلى 1000 مقمق يومياً. الجولة الجديدة تضمن تعزيز الاحتياطات النفطية والغازية وزيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية، ما يعني رفع الواردات المالية مقابل تقليل أو انتفاء الحاجة إلى استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية. تعديلات جوهرية دخلت على عقود جولة التراخيص الخامسة، منها ملكية العراقيين لكامل النفط والغاز المخزون في باطن الأرض أو المستخرج أو المصدر، ومشاركة المخاطر مع المشغلين. من بنود العقود الجديدة أيضاً ربط استرداد الكلف البترولية مع أسعار النفط العالمية لضمان عائد مجزٍ للحكومة في ظروف انخفاض الأسعار، فتصل نسبة حصة الحكومة إلى 70% من الإيراد الكلي في حال وصول سعر البرميل إلى 22 دولاراً. التعديلات الجديدة في العقود تلزم شركات المقاولة بترشيد وحصر نفقاتها الخاصة بمتطلبات العمليات البترولية الضرورية، كما تلزمها بدفع رسم نسبته 35% عن جميع صفقات تحويل وبيع الحصص بين الشركات المؤهلة من القيمة الكلية للصفقة. المقاولون الثانويون العراقيون لهم الأولوية في الحصول على العقود الثانوية حتى إن كانت أسعار عروضهم أعلى من المقاولين الثانويين الأجانب وبنسبة تحددها التعليمات. وبحسب العقود الجديدة فإن شركة المقاولة تمنع من تحويل حصة مشاركتها في العقد أو التنازل عنها إلى شركة أخرى ما لم تكن هذه الشركة مؤهلة لدى وزارة النفط.